يا بختك الاسود يا نعمه. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا كلمت حانوتي وزمانه جاي. حانوتي ده يا مختار؟ هو ابوكوا هيفضل هنا؟ امال هيروح فين؟ اكرام الميت دفنه. ايوه دفنه، بس بالشكل اللي يليق بيه، ولا عايزين تفضحونا؟ ليه بس يا ابونا سعد؟ لازم خارجته تبقى من بيته، من وسط مراته وعياله. انتوا ناسيين ماما. هنقول لها ايه وهي فاهمه انه في الصين؟ قول لها جات له الازمه في الصين فنقلناها لهنا. ده على اساس ان الصين دي في المانيال؟ سعد انا مش قادر اصدق ان ابويا حبيبي. احنا هنقول لها انه وانت بتستقبله في المطار جات له الازمه في العربيه، وعلى ما رحتوا المستشفى كان السر الالهي طلع. ماشي ماشي، كفايه عليها خبر موته، ولا هو موته خرب ديار؟ لازم صورته تفضل قدامها زي ما هي. مستنيين ايه؟ يلا بسرعه. انا قلبي كان مقفول، قلبي كان حاسس. انا مش قلت لك يا بنتي؟ مش قلت لك؟ هدي نفسك يا ماما، الأعمار بيد الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي مزعلني ومحزنني إنه كان جاي، كان عايز يعملها لي مفاجأة. يا بختك الأسود يا نعمة. اهدي يا نعمة، اهدي بس، اهدي، ما تعمليش في نفسك كده. الراجل الوحيد اللي حبني، الراجل الوحيد اللي آمنت له وقلت هعيش معاه وفضله، سابني ومات. ايوه يا نعمه، بس احنا لسه عايشين ولازم نتصرف بسرعه قبل البضاعه ما توصل. يعني ايه؟ مش فاهم. الحاج الله يرحمه استورد البضاعه باسمه، يعني محدش هيقدر يستلمها غير الورثه. يا اما بقى تترمي في المينا، ولو اتفتشت هتبقى مصيبه. يا نهار اسود، هتروحوا كلكم في حديد. ده غير ان الفلوس اللي دفعها الحاج هتروح عليكم. لا كله لا كده، ده انا ليا فيهم حق الشرع. عشان كده يا نعمه لازم تكلميهم، لازم تفهميهم الموقف عشان يلحقوا يتصرفوا بسرعه ويجهزوا الاوراق المطلوبه. صدق الله العظيم. البقال ونعم بالله يا حبيبتي، تفضلي. الله يرحمه، كان راجل ولا كل الرجالة. ايوه قطع بيه، كان ملاك ماشي على الأرض. صداع جامد قوي. خدت دواء الضغط يا اختي؟ مش ماما. ميه 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 يا ماما. ضغطها عالي فجأة والحمد لله هي كويسة دلوقتي. الله يطمنك يا دكتور، الله يطمنك. وأهم حاجة تبعدوه عن الزعل والتوتر. نبعدها عن الزعل والتوتر ازاي يا دكتور؟ ما أنت عارف الظروف اللي احنا فيها. والله أنا قلتلكوا على المفيد، عن إذنكم. شكرا يا دكتور. معايا هنية. ما لو عرفت المستخبي بس هيجرى ايه؟ بس يا سعد الموضوع ده مش لازم تجيب سيرته خالص، الموضوع ده انتهى مع موت بابا. انتهى ازاي؟ مش في عقد جواز شرعي وفي زوجة تانية ممكن تطالب بحقها في الميراث؟ يا اخي وطي صوتك، مش وقته. سعد خلاص هنحل الموضوع ده معاها وهنرضيها. يلا اطمن على ماما. يلا يلا. ايه يا حبيبتي؟ الف سلام عليك. سلامتك يا امي. الحمد لله على سلامتك يا ماما. الله يسلمك، ربنا يخليكوا ليا. مش عارفه ايه اللي حصل لي ده. ازمه وعدت يا ست الكل كده، برضو تقلقين عليكي.
وانا كمان قلقانة عليكوا قوي كلكم. ليه يا حبيبتي بس قلقانة؟ ما احنا كويسين اهو. ابوك الله يرحمه كان مضلل علينا كلنا. الله يرحمه بقى. كان كبرنا كلنا، كان واخدنا كلنا تحت جناحه، انما دلوقتي ان الاوان تكبر عشان محدش هيضلل عليكم غير ايديكم. حسك بالدنيا يا ماما. انا نفسي يا ابني محتاجه لكبير، ولازم تكونوا كبار تبقوا قد المسؤوليه عشان تقدروا تحمونا من اي خطر. طمني يا ماما طمني، انت مخلفه رجاله مش كده ولا يا سعد؟ طبعا طبعا يا امي. ما تقلقيش يا ماما، انت ونوره في عينينا، احنا ملناش غيركم. اهدى يا اخويا، ما تعملش في نفسك كده. سابني وراح يا سماح، سابني وراح. كلنا له. وبعدين مش انت كنت بتقول ان الحاج طول عمره كان راجل طيب؟ يبقى اكيد دلوقتي في الجنه مع الملائكه. راح الجنه وسابني في النار لوحدي. نار ايه بعد الشر؟ اصل بابا الله يرحمه قبل ما يتوفى باسبوع راهن كل فلوسنا وكل قصودنا للبنك. ليه بس جاب الله الشر؟ كان عايز يجمع 10 مليون جنيه عشان يجيب صفقة أدوية جاية من الصين. ها وبعدين؟ وإيه اللي وبعدين؟ الصفقة جت ولا لسه؟ معرفش، وده اللي بجنني. والمشكلة إنه مأمنني إن الموضوع ده سر بيني وبينه، اخواتي نفسهم ما يعرفوش عنه حاجة. بس مراته التانية أكيد تعرف. تفتكري يكون قايلها؟ مش هي اللي كانت ملازماه في آخر أيامه الله يرحمه؟ يبقى أكيد عندها ولو طراطيش كلام، واللي يسأل ما يتوهش برضه. كلام معقول برضه. إذا كان كده ماشي. يا أستاذ سعد أنا طالب منى بقالي أسبوع وحضرتك ما جبتهاش. ما أنت عارف الظروف يا أستاذ ممس. عارفين ومقدرين، والعيال في البيت عطشانين، وحضرتك من ساعة ما قفلت المية ما بتدفعش. مسيرها تفرج ان شاء الله. لما تبقى تفرج كلمني. يلا بينا يا رجاله. استنوا يا رجاله. ايه يا استاميس؟ ايه معقوله برضه تهون عليك العشره والعيش والملح؟ ده احنا هنا بقالنا سنه. ايه يا عم وانا مراتك؟ لما تبقى تجهز كلمني، ما انا برضه عندي عيال. سلام عليكم. يلا يا رجاله. الله يرحمك يا بابا. الله يرحمه دفع كل الفلوس للصين، يعني البضاعه بقت بتاعتنا خالصه مخلصه. طب والبضاعه دي هتوصل امتى؟ معرفش، بس عندي اللي يدلك. الحقيني بيه. ايه ده بالساهل كده؟ امال بايه؟ بالاتفاق يا عنيا. اتفاق على ايه؟ حقي الشرعي، مش عايزه لا اكتر ولا اقل. الحكايه كده بقى كده، وابوها وامها دول 100 مليون جنيه يا حبيبي. 100 ايه؟ 100 مليون جنيه، حقي الشرعي فيهم 4 مليون جنيه. انت متاكده من الرقم اللي بتقوليه ده؟ هو الحاج كان هيجازف بكل فلوسه الا عشان المكسب كبير؟ معاكي حق، وعموما مش هنختلف، حقك هتاخديه كامل ومكمل، الخير هيبقى كتير ان شاء الله. بقي مش هينفع يا حاج. امال ايه اللي ينفع؟ هتمضيلي على 4 وصولات، كل وصل فيهم بمليون جنيه. خدت الدنيا يا نعمة. انت مرات الحاج بصحيح. عشت معاه قليل بس اتعلمت منه حاجات كتير، واللي اوله شر اخره نور. نور ايه؟ انت خليتيها ضلمه. يبقى انت ما كنتش ناوي تدفع. يا نعمه لو المكسب زي ما بتقولي هديك الاربعه مليون. خلاص امضي وخليني اصدقك. صدقيني من غير وصولات، انا راجل كلمتي عقل. الله. خلاص يا عينيا براحتك، ابقى ادور لك على واحده غيري بقى ادلك على الراجل اللي هيقول لكم قرار العمليه. يا نعمه انت بتمسكيني من ايدي اللي بتوجعني. من ايدك من رجلك يا حبيبي ما يهمنيش، المهم اني احافظ على حقي. طماعه قوي. هتمضي ولا هنفضها سيره؟ يا نعمه ده انت مرات ابويا، يعني فاهم امي؟ في ام تعمل كده في ضناها؟ حش حش يا اخويا، ام مين؟ ده احنا لو دورنا في بتاعتك هنلاقيك اكبر مني. ماشي انا الاكبر، يبقى الصغير يسمع كلام الكبير ويصدقه. انت باين عليك فاضي وجاي تتسلى، وانا بقى مش فاضيه. فاضي والله فاضي، والحاج الله يرحمه. الله يرحمه يا اخويا. سابنا على الحديده، ومش معقول امضي وصولات وانا مش ضامن اسدها. مش هتسدها ازاي؟ ما انت هتكسب فلوس قد كده. وممكن اخسر،
ولو اتقفشت هروح في داهيه. هتشيلي من عليا انت بقى كذا سنه سجن. شر بره وبعيد يا اخويا، تفهم من بقك. ما هو اللي يحسب الحسابات في الهنا يبان. وانا حسبت حسبتي خلاص، واذا مش عاجباك حسبتي روح دور لك على حته تانيه اقعد احسب فيها. حسبي بس حسبي، وانا ليه غيرك؟ هات الوصلات مع يلا. ضربوا الاعور على عينه والخسرانه خسرانه. يا اخويا ما تمضين، احنا هنقعد على قدك. طب نمضي اهو، مش هتاخديه انت، هياخدوا البنج. على رايك. الله يرحمك يا بابا، ويبشبش الطوبه اللي تحت راسك يا حاج حبايب. حبايب هقابل الراجل امتى؟ هطلبه واحدد مع ميعاد بسرعه. الله يخليكي بسرعه. والنبي يا اخويا انتوا اللي تخلصوا اعلام الوراثه بسرعه علشان تعرفوا تستلموا الشحنه. البقاء لله يا اشرف باشا. ونعم بالله يا سامي بيه، متشكر قوي. اتفضل. انا والله اتاثرت قوي لما سمعت الخبر ده. بس من ذوقك. في الحقيقه انا ليا طلب عند سعادتك. انا عارف ان هو مش وقته، بس هطلبه، اصل الوحده هنا صعبه قوي. خير؟ انا كنت عايز تلفزيون وبلاي ستيشن 3. نعم، عايز ايه؟ تلفزيون وبلاي ستيشن اتسلى بيهم بدل ما الوقت عمال يمر بطيء قوي كده. وطبعا هبقى اسيبه هنا تذكار برضو. انا اسف يا باشا، عنديش تعليمات اصرح بالحاجات دي. انا كنت عارف انك هترفض، اصل انا طول عمري كده بطلب الطلب في الوقت الغلط، وعشان كده انا هنا دلوقت. اديك جيت للمظبوط، وكويس قوي انك وصلت للنقطه دي. وبدل ما تحتار تضيع وقتك في ايه وازاي، فكر احسن انت هنا ليه. لو سمحت الاقي الدوده عندك. معاك روشتة؟ لا انا اسف ما اقدرش اصرف. لازم يعني روشتة؟ لازم روشتة. الاقي عندك الدوده؟ لا معاكي روشتة؟ لا ما معيش. لا ما بيصرفش من غير روشتة. ارجوكي خدي اي فلوس اي تمن بس ادهوني. لا اسف. انا ايه عندك؟ اسف فندم هو مش موجود، بس مضطر منه موجود، بس غالي شويه. مش مشكله، هات لي عيب. قولي لحضرتك اكتر من عاده انه هيبقى ناقص في السوق بعد كده. هات لي كل الكميه اللي عندك. طلع عندها فكره عن الموضوع وقالت لي هتعدي مع الراجل اللي معاه قرار العمليه. مش قلت لك؟ الله يرحمك يا بابا، طول عمره دماغه تقيله وتتوزن بالذهب. الله يرحمه ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه. الف مره دي طوبة سندة أنضف دماغ فيك يا مصر. يا سلام. أنت عارفة العملية دي مكسبها كام؟ كام؟ قولي كده. يعني كام؟ مليون؟ مليون إيه يا أم عقل ملاليمي؟ إيه؟ قليل؟ مع إني شايفاهم كتير وزيادة. يا كحيانة. أمال كام يا سي مختار؟ شوقتني أعرف. 100 مليون جنيه. 100 إيه؟ دول كتير قوي. هم دول ممكن يتحطوا في شنطه يا سي مختار؟ دول يعبوا تريلا بحالها. يا ما انت كريم يا رب. وانت ليك فيهم كام؟ نجيبهم الاول وبعدين نقسمهم. خلاص اقعد مع الراجل وخلص يا اخويا بدل الحاج الله يرحمه. في مشكله. مشكله ايه؟ رحت المحامي عشان اساله على التوكيل اللي كان عامله لي الحاج، عشان استلم انا بدلهم ونوفر وقت ونوزعها براحتنا. اما عقدها لي. قال لك ايه؟ قال لي التوكيل لاغي الموت صاحبه. والحل؟ مفيش قدامي غير ان اعمل اعلام الوراثه. خلاص اعمله يا اخويا وخلص نفسك. بس في مشكله تانية، بعد اعلام الوراثه لازم كل الورثه يعملوا لي توكيلات عشان استلم بدالهم. طالما في مصلحه للكل ما اظنش ان حد هيعترض. بقول لك العمليه دي سر بيني وبين ابويا، وصيته ليا انه ما حدش يعرف عنها حاجه. والعمل يا سي مختار؟ لازم احافظ على السر، ان شاء الله حتى اكذب عليهم. اما بقى شفت حته الصالون، عايزين ننزل مع بعض بعد الغدا نشوفه سوا. بعدين بعدين. ده ايه يا سعد؟ وقفت توضيب الشقه ومش عايز تنزل تتفرج معايا على حاجه؟ انت مش ناوي تتجوز ولا ايه؟ لا طبعا ناوي، بس مش دلوقتي يعني. مش دلوقتي؟ امال امتى؟ يعني لما النفوس تهدى شويه وجرحنا يبرد على اللي راح. سعد عنده حق يا رشا في الكلام ده، مش وقته. والله يا سعد احنا ما عندناش مانع ان احنا نستناك للسنه الجايه لو حبيت، لكن على الاقل في الفتره دي تخلصوا الشقه وتجهزوا العفش. ما هو يا طنط تجهيز العفش والشقه ده محتاج سيوله،
وانا بصراحه مش هيبقى معايا فلوس قبل اعلام الوراثه وتقسيم الورث. لا مؤاخذه يعني يا سعد، هو ورثك ده يطلع قد ايه؟ يعني مش اقل من 2 مليون جنيه، اصل بابا الله يرحمه كان عنده حوالي 6 7 مليون غير الاصول. يا 6 7 مليون مرحب غير الاصول. اعملي شاي تاني لخطيبك يا رشا. حسن يا بابا منورنا منورنا يا سعد. لا بقى خلص الشقه على اقل اقل من مهلك. شقه ايه؟ هي دي بقت من مقامهم؟ هما مقامهم دلوقتي فيلا كله بأوانه عمي. براحتك براحتك يا حبيبي، احنا مستعدين دلوقتي ان احنا نستناك ان شاء الله لاخر يوم في العمر. ده احنا اهلي يا سعد، قوم صابك قوم صابنا. ربنا يخليك يا طنط، ده العشم برضه. إيه انت بقى نديم سليم؟ هو الحاج الله يرحمه كلمك عني ولا ايه؟ ولا جاب لي سيره، بس اما حصل اللي حصل الله يرحمه، ببص في الوصولات في الخزنه لقيتها ممضيه باسمك، وكنت محتار اجيبك منين. هتحتار وانا معاك يا مختار؟ ده انت حتى من ريحه الحبايب. وبعدين علشان ما خليكش تحتار بعد كده اديني جبتهولك لحد عندك. بصوا بقى، انا احب المكسب وما اكرهش في حياتي قد الخساره. الله يرحمه الحاج، صحيح اللي خلف ما ماتش. وفي نفس الوقت ما احبش ادخل عمليه وعناية متغميه، يعني افهم الحكايه من طقطق لسلامه عليكم. شكلنا كده هنتفاهم على الاخر. لا هات لي من الاول وبالتفصيل. شوف يا سيدي، احنا موضوعنا سهل وبسيط، عامل زي عود الكبريت يولع مره واحده وبعدها هينطفي للابد. يا خوفي لا يولع فينا ويحرقنا. عيب، يبقى انت لسه ما تعرفش نديم. ما هو ده اللي مخوفني، خايف لماشي وراك يندمني. معايا مش هتندم يا مختار، معايا هتكسب على طول. اذا كان كده ماشي. يا سعد يا خير. سلام. مالك يا سعد؟ مخنوق شوية. خير كفالة الشر. مختار، هو احنا هنعمل اعلام الوراثة امتى؟ مستعجل قوي كده على نصيبك؟ لا مش دي القضية، بس اصل انا بطني مفتوحة وعايز اكمل توضيب شقتي. ولا يهمك يا سعد، كل اللي هتحتاجه موجود ان شاء الله. بجد يا مختار؟ طبعا يا واد، ده انت اخويا الصغير. طب حس بقى ان انا اخوك الصغير، انا محتاج 5000 جنيه، وطبعا دول هيتخصموا من نصيبي لما نيجي نتحاسب في الورث ان شاء الله. هو دلوقتي صعب يا سعد، انما ممكن اول الشهر. طب كويس تمام، ربنا يخليك ليا يا مخ. الا بالحق، انا كنت عايزك تعملي توكيل عنك لاداره المحل والمدبغه، عشان في كام عمليه كده متعطله وعايز اخلصهم. اذا كان كده ماشي. ربنا يخليك ليا يا اجدع اخ في الدنيا. ربنا يستر. القضية بتاعتي اتعقدت على الآخر. قال إيه؟ قدروا الممتلكات بتاعتي طلعت ما تغطيش القروض اللي أنا واخدها. ليه؟ هما مش مدينك القرض بدوار ممتلكاتك؟ أيوه، بس الفوائد بقى منها لله خلت المبلغ الطاق تلاتة. محدش مرتاح يا حسامي بيه. بيني وبينك أنا معايا المبلغ اللي يغطي. طب ما تدفع وتخلص. المشكلة إن فلوسي كلها موجودة في بنك بره مصر. خلاص اكتب شيك لأي حد تبعك يصرفولك. هو ما ينفعش، لأن البنك ده بيتعامل ببصمة العين، يعني لازم أنا بنفسي أسافر عشان أصرف الفلوس دي. قلتلي دي فعلا مشكلة كبيرة قوي، بس للأسف يا سامي بيه ملهاش أي حل عندي خالص. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. رؤوف. أيوة حبيبتي. مش ممكن تأجل سفرك يومين كمان؟ على عيني والله يا حبيبتي، بس أنا لازم أسافر. كفاية إن أنا أجلت أسبوع بسبب الظروف اللي حصلت. يعني مفيش فايدة؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، هبقى معاكي على التليفون لحظة بلحظة. أمري لله. سلمي لي على طنط وأخواتك، وخدي بالك من نفسك. يوصل إن شاء الله.
الفراق بياخد مني كل حبايبي وانا واقفه ساكته. انا مخنوقه عايزه اصرخ، نفسي اعيط بصوت عالي، ضميري بيأنبني قوي لما هو سابني واحنا متخاصمين. يا حبيبي يا بابا. بقول لك يا حنون. ايه يا حبيبي؟ ما تقومي تلبسي. هنروح فين يا حبيبي؟ هعزمك على العشاء في حته مكان يجنن. بموت فيك لما بتفاجئني يا حبيبي. طيب ايه رايك لو تكلمي نعمه تيجي معنا؟ نعمه؟ يعني تتهوى شويه وتخرج من جو الحزن اللي هي عايشه فيه ده. وانت قلبك عليها قوي كده ليه؟ قلبي؟ لا 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 لا، انا لا قلبي عليها ولا حاجه. الست لينا معاها مصالح وعايزين برضو نوطد علاقتنا بيها، وبعدين مش عايزه تكلميها بلاش. لا يا حبيبي، وعلى ايه؟ هكلمها، ربنا يعدي العمليه دي على خير. امين. عارفه لو العمليه دي تمت هنلعب بالفلوس لعب. هنعدي حنونه، هنعدي. عزومه عشا؟ الله يخليك يا حنان. لا والله ما حقدر يا بنتي، تعبانة وشوية وهدخل أنام. أيوة، أنتوا اخرجوا واتبسطوا. يلا نتكلم بكرة، مع السلامة. دي حنان صاحبتك؟ أيوة يا ماما. ومخرجتيش معاها ليه يا بنتي؟ تغيري جو. يا ماما هو أنت شايفاني فاضية؟ وأنت وراكي إيه يا حسرة؟ حتى الشغل قعدتي منه. شغل إيه بس يا ماما؟ ده انا بعد العمليه دي هبقى مليونيره. مليونيره مره واحده؟ انت عارفه ان انا ورثي من الحاج يطلع كام؟ هيطلع كام؟ 4 مليون جنيه. يا خراشي، بتتكلمي جد يا بنت؟ جد يا ماما، والله بجد. هحقق كل اللي نفسي فيه. هشتري الفيلا والعربيه، هشتري هدوم كتير قوي كتير قوي يا ماما. بس بس يا اختي حيلك. طب خلي لي شويه فلوس هتعالج بيهم. ده انا هعالجك في احسن حته، هسفرك بره وهجيب لك هدوم وهلبسك حرير وهجيب لك ذهب والماس. ربنا يا رب يوفقك ويحقق لك كل احلامك. يا رب يا ماما، بس عشان حلمي ده يتحقق في خطوه مهمه قوي لازم اعملها. غريبه قوي الحكايه دي. الحاج الله يرحمه ما قاليش على الموضوع ده، مع ان انا محامي من زمان وكاتم لكل اسراره. حضرتك انا متجوزاه على سنه الله ورسوله من فتره، وده العقد اللي بياكد كلامي. وريني يا ست نشوف. ها فعلا دي قمصة الحاج. الله الله الله، ده مختار ابنه كمان شاهد على العقد. حضرتك لو مش مصدقني ممكن تسأله، الكل عارف بالموضوع ده. لا مش مصدقك ازاي؟ لا العفو، مصدقك طبعا، انما انا بس مستعجب. عامة اوراقك سليمة 100%، وده بيدعوني ان انا اعمل تعديل في اعلام الوراثة واضم كواريث السادسة فيه. بس هطلب منك طلب، ممكن صورة من عقد الجواز ده؟ طبعا، اتفضل. شكرا. يا سلام، تسلم ايديك يا سموحة. مبسوط يا سيد الناس؟ طبعا يا ست البنات، ولسه بقى اما الفلوس تيجي والعملية تتم هتنغنغ على الاخر. ناوي تعمل ايه بالفلوس دي كلها يا سي مختار؟ أول حاجة هعملها هبطل شغل. يا لهوي، أمال هتعمل ايه؟ هتفرغ بقى للمتعة وصرف الفلوس. وده كلام برضو؟ يا بنت افهمي، هما كام ألف وهيخلصوا؟ دي ملايين متستفة ومحتاجة وقت ومجهود عشان تتصرف. ولو
الراجل قيمته في شغله ومفيش احلى من القرش اللي بيجي بعرق تجيبيه. ايه الكلام ابو ريحه ده؟ يا بنت انا هبطل اعرق خالص. هو في حد يقدر يعمل كده؟ ناس كتير، بس انت اللي مش دريانه. وبيعملوا ايه دول عشان ما يعرقوش؟ بيعملوا كتير، بيقعدوا في تكييفات، يستحموا في كولونيات. طب ما كده هيجي لهم تسلخات. فقيره وجهله. ايه اللي في ايدك ده يا هدى؟ ده مسكن عشان ضرسي بيوجعني. وريني وريني كده. ايه ده؟ ده مهدئ. ايوه مهدئ. بقالي قد ايه بتاخديه؟ بقالي فتره. ليه؟ عشان اقدر اتحمل. تتحملي ايه؟ انت كده بتفصلي نفسك عن الواقع اللي انت عايشاه. فاحسن. انت شايف يعني الواقع اللي احنا عايشينه حلو قوي؟ وهو ده حل؟ ده هروب. ساعات الهروب بيبقى هو احسن حل. بطلي ضعف واستسلام بقى. عايزني اعمل ايه يعني؟ هو ده كل اللي اقدر اعمله. بصي لنفسك كده. بصي بقى شكلك عامل ازاي؟ شوفي السواد اللي تحت عينيكي، بقيتي شبه المدمنين. انا تعبانه وعايزه ارتاح. عمري اللي بتعمليه ده ما هيريحك. انت كده بتموتي نفسك بالبطيء. يا ريت. يا ريت اموت واستريح. بقالي كتير قوي كان نفسي اجي اقعد على النيل. اهو كده، اخرج وغير جو وشم الهوا. والله عندك حق. أنا فعلاً محتاجة أغير جو. إحنا فيها أهو، إيه رأيك لو تطلع الرحلة اللي عاملها النادي يوم الجمعة الجاية؟ رحلة إيه دي؟ تلات أيام في الغردقة في فندق خمس نجوم، وعارف النفر بكم؟ بكام؟ بألف جنيه بس. ألف جنيه؟ لا مش هينفع. ليه بس؟ ما هو كمان مش طبيعي إن أنا أطلع رحلة وإحنا لسه في فترة حداد على أبويا. وفترة الحداد دي بقى هتطول كتير؟ يعني لغاية آخر الشهر على الأقل. براحتك، أنا هطلع. طب وأنت جبت الألف جنيه منين؟ جيجي صاحبتي عزمتني. رشا مش هينفع تطلع الرحلة دي. هو أنت لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل؟ رشا أنا قلت مش هينفع تطلع الرحلة يعني مش هينفع تطلعيها. وأنا قلت مسافرة يعني مسافرة، عن إذنك. أوف! أنا إيه اللي جابني أقعد على النيل؟ ده مفيش حاجة بتحوق فيها أبداً. هو ده طبعا مش تخصصي، بس فعلا النوع ده من المهدئات لو اتاخد لفتره ممكن يعمل ادمان. ادمان والعمل. هو واضح ان المشكله دي محتاجه لدكتور نفسي. للدرجه دي؟ لان عمرها ما هتبطل المهدئات الا لو حلت المشكله وحست بالراحه النفسيه وهديت من جوه. ليه بس كده يا هدى؟ ده وقته. انا عارف ان موضوع عمر ده مأثر على اعصابها قوي، فهي مسكينة ما تلومش عليها. كلنا مساكين، بس مش كلنا زي بعض. في ناس بنيتهم النفسية تقدر تتحمل المشاكل وناس تانية لا. طب حضرتك شايف ايه الحل؟ انا هعرفك على دكتورة نفسية هتساعدك. يعني حضرتك واثق فيها كويس؟ يا دكتورة شاطرة قوي، وبعدين كون انهم ستات زي بعض ده هيوفر وقت في انهم يفهموا بعض اكتر ويحطوا ايديهم على المشكلة. يا ريت يا دكتور هدى تخف وترجع زي الاول. يا ريت. يا رشا يا بنتي يا حبيبتي ما تبقيش عبيطة وتطيري الواد من ايديكي. يا ماما سيبيني براحتي، انا عارفة بتعامل معاه ازاي. فعلا انت عارفة، بدليل ان ما حاولش يتصل بيكي مرة واحدة من ساعة ما اتخانقتوا. ما يمكن نايم، واكيد اول ما يصحى يكلمني. ده يبقى مصيبة لو كان نايم. ليه بس؟ ده معناها انك انت ولا على باله ومش همه انه يصالحك. تصدق اه؟ ازاي ينام واحنا متخانقين؟ بس اما اشوفك يا سعد. يا بنتي كده غلط، لو استحمل غزالتك مرة مش هيستحملك التانية. أنا رزلة؟ اه طبعا رزلة ودمك تقيل كمان. بابا أنا ما اسمحلكش تكلمني بالطريقة دي. بطلي بقى غزالة وقلة أدب. طب هو هيستحمل غزالتك ليه؟ احنا استحملناكي عشان بنتنا واتدبسنا فيكي وخلاص، هو هيستحملك ليه؟ مش كده يا شاهين؟ أنت اديت البت جامد قوي علشان تفوق لروحها. الواد كويس ولقطة وهتطيره من إيديها بغباوتها.
الو. ما تزعلش مني، انا اسفه. انت ايه اللي عقلك كده؟ ما انت كنت مجنونه النهارده الصبح. ساعه شيطان وراحت لحالها، ولا انت يعني عايزنا نفضل طول العمر متخانقين؟ ابدا والله، ده ربنا يعلم انا اكتر واحد في الدنيا دي ما بيحبش الخناق. على فكره انا هسمع كلامك ومش هطلع الرحله زي ما طلبت مني. هي ايه رايك بقى رشا؟ انت فيكي حاجه؟ في قلبي حب كبير ليك قوي، عمال يكبر مع الايام. ايه الكلام الجامد بتاع الافلام ده؟ بس عارفه والله انا فرحان، فرحان فرحه ما فرحتهاش يوم ما خدت الثانويه العامه. طمني يا دكتور. طمن ان شاء الله خير. زي ما انت شايف حاطينه على جهاز التنفس الصناعي، بس للاسف الحاله زي ما هي. يعني ما فيش اي تحسن؟ للاسف لا، بس كمان الحالة ما بتتدهورش. ما خبيش عليك الحالة حرجة جدا، بس الحمد لله لحد دلوقتي مستقر. هو هيفضل نايم كده على طول يا دكتور؟ الألم في المرحلة دي بيبقى صعب جدا، علشان كده احنا بنديله مهدئات علشان يعرف ينام طول الوقت. ربنا معاه بعد إذنك. طيب بتاع الحسابات. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، امورني. عايزين حضرتك بس جزء من حساب المستشفى. كام ان شاء الله؟ هو المبلغ الاجمالي حوالي 25000 جنيه بس. 25000؟ ليه؟ يا اشرف بيه، حضرتك عارف دي العنايه المركزه، وبعدين الحاله محتاجه كتير. بس انا المبلغ مش معايا دلوقتي. حضرتك ممكن تدفع اي حاجه دلوقتي، وان شاء الله لما تجهز تعالى وخلص باقي الحساب. بقى الله يا كوثر هانم، شد حيلك. ونعم بالله، كتر خيرك يا استاذ لبيب. ايه الف سلام عليكي، انا سمعت انك كنت تعبانه شويه. الحمد لله على كل شيء. الحمد لله. عامه انا مش هطول عليكي، انا الحمد لله خلصت اجراءات اعلام الوراثه، وان شاء الله من بكره هجري في اجراءات تسليم الثروه ليكم انتوا الخمسه، ده طبعا بعد خصم نصيب نعمه مرات الحاج الثانيه. انت بتقول ايه؟ ايه، انا قلت حاجه غلط ولا ايه؟ مرات مين الثانيه؟ لا ده انا كده عكيت تقريبا او غلطت باين ولا ايه؟ غلطت فيا يا استاذ لبيب. مدام كوثر، اللي انا اعرفه ان حضرتك عارفه. عارفه ايه بالظبط؟ عارفه ان الحاج متجوز واحده تانية. متجوز مين؟ انت بتخرب بتقول ايه؟ انا مقدر صدمتك يا حاجه، لكن للاسف هي دي الحقيقه، لا يمكن ابدا اي حد يقدر ينكرها، خصوصا ان صوره عقد الجواز ده تؤكدها. اتفضلي حضرتك شوفي نفسك. خير يا دكتور؟ طمني. الضغط كان عالي جدا، واضح انها تعرضت لصدمه عصبيه جامده. استر يا رب، استر يا رب. ادعوا لها ان ربنا يسهل وتعدي منها على خير بعد اذنك. اتفضل. هو ده اللي انا كنت عامل حسابه، كله منك يا بابا. اشرف، مش هسمح تجيب سيره ابوك باي كلمه سوء. يا جماعه، يا جماعه استهدوا بالله بقى، مش كده، مش وقته ابدا الكلام ده دلوقتي. يعني انتوا مش شايفين ان كل اللي بيحصل لنا ده بسببه؟ حتى لو بسببه، ابونا واجبه علينا احترامه. امك اللي نايمه دي وكانت هتروح مننا، ملهاش حق علينا. بس بقى، بس انتوا كده بتوتروني اكتر ما انا متوتر. اتفضلوا امشوا امشوا يلا، ماما مش عايزه حد منكم. ماما بين ايدين ربنا، وانتوا الاتنين بتتخانقوا، اتقوا الله بقى. انا همشي وهبقى اطمن عليها كل شويه بالموبايل. اهدى اهدى ازاي؟
اهدى ازاي وانا شايف كل حاجه بتتهد قدام عينيا؟ اهدى سعد واصبر ان شاء الله ربنا هيفرج. بابا مات يا اشرف وماما الله اعلم واحنا ربنا يستر علينا. اصبر على ايه بس ولا ايه؟